الركود الاقتصادي وتراجع الحركة التجارية في بغداد وبقية المحافظات بدأ يخيم على المشهد العام لأصحاب المحال والدخل المحدود، حيث أثرت الخروقات الأمنية وخروج المظاهرات في الآونة الأخيرة بشكل كبير على الواقع الاقتصادي، ما دعا بهم إلى إنشاء صفحات إلكترونية لبضائعهم والترويج إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قمنا كل محل نسوي بيج ونعرض به البضاعة ونروجها، ناخذ الفيزا كارت ونروجها يعني بعدة يعني دولارات، وهي نروجها عم تظهر قدام العالم. العالم يعني الامراه يعني احنا شغلنا نسائي، لما نشوفها بالبيج بالفيس تبعث لنا مسج او يعني تتصل بينا وندزيالها ديليفري. اجراءات الحكومه فيما يخص الاستيراد والتبادل التجاري بين الدول المجاوره انعكس على اسعار المواد الداخله للبلاد، بالاضافه الى سلم الرواتب المعدل والذي يعد مصدر دخل لطبقه كبيره من المجتمع حسب ما اكده اصحاب الشان. قبل كنا نروح تركيا نسوق ملابس بضاعه نجيب، هسه ماك تركيا تطلع الا فيزا، يعني صارت سعر فيزا غالية. ثاني شيء القطع هناك غلن، يعني صارت أضعاف، فالعالم ما تقدر تشتري. يعني قبل يقدرون يأخذون لأن سعر القطعة رخيص مناسب لهم، هسه رواتب ماكو، يعني الوضع مالنا تعب. نص رمضان راح يوصل وكل شيء ماكو، يعني الشغل تعبان فد مرة، الأوضاع الأمنية فد مرة تعبانة. ويعني يا رتحات يطلب لك يعني مثلا زبون يقول رواتب ماكو، رواتب ماكو ماكو، يعني فتشي يدفع لهم يعني يسوقون او فشي دمك. توجه الحكومه الى مواجهه داعش وعدم الالتفات الى الجوانب الاخرى من الاقتصاديه والسياسيه هي احدى الاسباب التي انعكست سلبا على حياه الالاف من الطبقات الكادحه، ليبقى المواطن بانتظار خطه حكوميه متكامله لاخراجه من التحديات الاقتصاديه المفروضه بحسب المتغيرات. ابراهيم المحمود، قناه المدى، بغداد.